نصيبوا ليا تاني راديو اخر هنايا. علاش؟ حيت السكريين تيتضرروا ليهم العين حتى هما. داروا ليا تقادر، المهم داروا ليا التيست. الراديو صراحه كيهضر، عرفتي راه واحد الضو. دابا وصلت للسبيطار، الموعد اللي عندي ديال العينين، وانا دابا كنتسنى شويه وغادي ندخل ان شاء الله. خليكم معايا، الا كانت شي حاجه ليها مهمه رانا غادي نصورها بطبيعه الحال. المهم كنتمنى يكون كل شيء مزيان، وانا خايفه غير ندخل يديروا لي الكونترول، وزعما غنشوف شي حاجه بعيده ونخاف لما تبانش ليا، حيت انا صراحه كنشوف مزيان، يعني لحد الان كنحس براسي كنشوف مزيان، غير انا خايفه لا تجيني الضبابه على عيني ولا شي حاجه، فهمتوا؟ مع العيا كنحس براسي بحال راه فيا النعاس. هادشي اللي كاين ان شاء الله ما نديرش نضاعض، ما بغاش نديرو، يلا يكون خير. الله، عندي الراديو دابا لعيني، دابا عاوتاني غنجي لهنا وغادي نصيبوا ليا تاني راديو اخر هنايا. في الكحبة دار لي حظي، انا دابا غادي يعطيني نقرا هادوك الاحرف اللي كاينين تما كتبان. المهم انا كنشوفهم زد اف ان اش تي، بانوا ليا، داروا ليا تقاطر. المهم داروا ليا التيست على عيني، وداروا ليا التقاطر، ودرت هاد النظاظر هادو حتى نعاود نرجع تاني باش يشوفوا ليا عاوتاني، يكملوا ليا لا فيزيت. هادشي اللي داروا، وسمعني كنكحو بشفيزة بحب، ويجيب ليا هادي صراحة دارني البرد في حلقي. هادشي اللي كاين البنات غادي نديرها هكا، يعني باش علي الله يستر ما يكون لا فيروس ولا شي حاجه كيدور باش ما يشدش فيا. يلا البنات، عرفتي البنات ما بقيت كنشوف والو بعينيا، دارت لي واحد الضو مجهد بزاف، الضو مجهد باش دارت لي كونترول على عيني من بعد دوك التقيطرات. هذوك التقاطر قالت لي هذا كنديروهم باش الكركوبه ديال العين تكبر بزاف، ضروني عيني دابا ما كنشوف والو، غادي نقطع ان شاء الله حتى نسالي كلشي ونهضر معاكم. عرفتي ولقات عندي هذاك الماء ديال الدموع، دموع في عيني من هذاك الرواح اللي فيا، ويا قالت لي قالت لي عندك كيبان لي الدموع الماء عندك في عيني، قلت لها غير حيت فيا الفلوع داكشي علاش، قالت لي قالت لي ولكن الحمد لله كلشي عندك مزيان، السكر ما مأثرش لك على يعني على العينين، وعندك لا فيزيت كل مره في العام، قالت لي دابا كل مره في العام، وتبعي الدواء ديالك ديال السكر، تخدمون زياره الطبيب دائما تمشي ليها وداكشي. هذا ما كان عرفتي، وجاب الله جيتي لعندي والله العظيم، ما نقدرش نصور عرفتي، الدوخه في راسي وعينيا كلهم، عينيا الدوخه فيهم ما كنشوفش فيهم الضبابه، هذوك التقطيرات اللي داروا لي، هذوك التقطيرات كيكبروا الكركوبه ديال العين، عرفتي كتشوفي كتشوفي كلشي ضبابه. وانا جاب الله جيتي معايا، وانا جيت البنات رجعت ضروري، قلت غادي نشرح لكم دغيا دغيا بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو يديروا بحال هاد الراديوات ديال العينين. المهم هاد الراديو هذا خرجته لي الطبيبه ديال السكر، علاش؟ حيت السكريين تيتضرروا ليهم العينين حتى هما، السكر كاين الناس اللي كيطلع لهم السكر بزاف كيأثر لهم على العينين، يعني على الشبكه ديال العين. المهم الحمد لله ما لقاو عندي حتى شي مشكل،
الحمد لله اللهم لك الحمد. صراحه كنت خايفه حيت كيف ما شفتوني فيا ضربني البرد، ضربني البرد والعينين ديالي مره كيدمعوا لي مع داك الرواح وهذا. وكنت عرفتي راه حتى دخلت لعندو وبدا الكحبه جاتني وجاتني هذيك الدموع في عيني بزاف، ولقاوهم لي نيت حتى في الراديو لقاو لي قالوا لي عندك الدموع في عينك. قلت لهم راه غير الرواح وهذا، يعني راه ما كاين حتى شي مشكل. قالوا لي لا صافي الحمد لله راه كي مزيانه، العوينات مزيانين، غير هو يا البنات الراديو صراحه كيهضر عرفتي راه واحد الضو مجهد 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 بزاف، وخا تكوني عينيك ما كيدمعوش لك يبداو يدمعوا بهذوك بهذيك الاشعه ديال الضو اللي كتضرب لك في العينين. في الاول كان داكشي عادي، من بعد داروا لي واحد ثلاثه ديال الانواع ديال التقطيرات، ثلاثه ديال الانواع كل تقطيره ضرب لي منها قطره واحده وصافي. هذيك التقاطر كتكبر لك هذاك المومو ديال العين، هذيك الكركوبه الصغيره كتكبر، ملي كتكبر صافي ما بقيت كنشوف حتى شي حاجه صراحه. كنشوف البعد نقدر نشوفه، ولكن بالضبابه. اذا انت الى قريتي لهم داكشي مزيان نيت بهذيك الضبابه راه كي كتشوفي. الى ما كنتيش كتشوفي كان عندك مشكل في العوينات راه كتزيدي ما كتقدري تشوفي حتى شي حاجه بهذوك التقيطرات. المهم هذا هو لو تريتمون اللي كيديروا. ومنين كنشوف هكايا دابا شي ورقه عطاوها ليا باش نقراها ما كتبان ليا حتى شي حاجه، مازال كيبانوا ليا غير شراطي خطوطه كحلين دايزين، اما باش نفرز الكلام والو. التليفون ما قديتش نشوف فيه حتى شي حاجه، ما كنبقى نشوف حتى شي حاجه. والدوخه الدوخه الدوخه شدتني بزاف بهذيك الاشعه ديال الضو اللي ضربت لي في عيني يا اختي، اصعب بزاف من هذاك الماموغرافي في الصراحه. والله العظيم من الماموغرافي الى سهل على هاد الراديو ديال العينين. الله يشافي الناس مساكين اللي كل مره كيمشيو كيديروا بحال هاد الراديوات ديال العينين صراحه، الله يحسن عوانهم والله يشافيهم يا ربي يا ربي. كيديروه ليهم حتى للدراري الصغار، لقيت بزاف تما ديال الوليدات الصغار كيمشيو تيدوزوا هكا على عويناتهم وكيخرجوا ليهم من ضدرات. ايوا هادشي اللي كاين. المهم هادوك النظاره الكحلي اللي شفتوني درتهم هادوك راه هما اللي كيعطيوهم لك هكايا، ما فيهمش كاع هذيك علاش كتحطي على ودنك، غير هكايا ديال البلاستيك. وهادوك قالك ضروري ديريهم على قبل لان العينين كيتاثروا بهذيك الضو هذا، حتى توصلي قالك الدار وحيديهم راه غيبقى يفوتك هذاك سميتو هذاك الجهد ديال هذاك الراديو غيبدا يفوتك على عينك. هادشي اللي كاين البنات. المهم بالنسبه ليا انايا مازال ما قالوش ليا بلي غادي يشارجيو عليا، حتى غادي نشوف من دابا شي شهرين ولا 3 شهور عادي يقدروا يصيفطوا ليا هذاك الفاكتوره، سينو راه غادي تكون التامين الصحي ولا غادي يكون دفع ليا هاد التكاليف ديال هاد الراديو هذا ديال العينين. هادشي اللي كاين بالنسبه شغادي نقول لكم بالنسبه للمواعيد. دابا عطاوني كل عام غادي نمشي ندير هذا الراديو هذا، لان تريتمون ديال السكر هكا خص ضروري يقول نمشي كل عام. دابا عطاوني رونديفو العام الجاي في هاد في الشهر، واقيلا في شهر 12 ولا واقيلا مع شهر 1 عطاوني رونديفو انني باش نمشي عاوتاني ويديروا لي عاوتاني نفس الراديو. واختي والله العظيم الله يصاوب وصافي، والله ما قديتش عليه ضرني بزاف في عينيا، ما قديتش عليه، دار لي الدوخه ودار لي بزاف. جاب الله وصلني راجلي ووصلني ومشى جاب وليدات المدرسه وعاد رجع عليا. اما كون مشيت انا اللي صايقه راه ما نقدرش نسوق بالطوموبيل. اللي غادي تمشي دير بحال هذا الراديو غادي تمشي تسوق يا بيدا، من الاحسن ما تمشيش هي اللي صايقه، ضروري مديها شي واحد، لان الدوخه غادي تجيك وما تبقاي تشوفي حتى شي حاجه في هذيك الوقيته. عندك ساعه ديال الوقت تقريبا ما تقدري تشوفي حتى شي حاجه عاديه الضبابه، وما تقدريش تسوقي في الطريق. هادشي اللي غادي نقول لكم. المهم الحبيبي نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، وشكرا لكم بزاف ما درتش معكم كاع البدايه ديال الفيديو حيت كنت جيت ودخلت صافي وبديت هذاك الشيء مع الاجراءات ديال الطبيب. وشكرا لكم بزاف على المتابعه ولا يخطيكم عليا ودعوا معايا بالشفاء. رانا فيا واحد البرد ضربني الحلقي اقسم بالله العظيم، الا كنهدنو غير بالدوايات. المهم وهذا نشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه ولا يخطيكم عليا وبسلام عليكم.